ومعنا السيب العروسي لامينا وسعلا الخير. يلا معروفه هاني انت راه يعني بصراحه ما عادش نكذبوا بدون مجامله. بينا ولا بلا بينا هادشي اللي كنعلمو في قلبك وخيرا ليسوك وخيرا وهادشي اللي جرات العاده وهادشي اللي معروف عليكم داخل مدينه مراكش. بغيت كذلك نشكر هاد الشباب سي بدر سي زكريا سي الوزاني اللي التحق بنا اليوم وكذلك الشابات ديال هاد الحومه. وانا كامراه كنامن بزاف الدور ديال المراه في تسيير الشان المحلي وفي الانتخابات والدليل على ذلك ها واحد مجموعه النساء اللي جالسين قدامنا اللي عقدوا مناضلات واللي غدا نهار التصويت غادي يمشيو يقطروا الناس ويهضروا لان كلمتهم تكون مسموعه ان المراه تشتغل وتشتغل بصدق. شكرا لمريم بالالتحاق ديالنا في حزب الاصاله والمعاصره. معنا امينه وكيله لائحه النساء ديال حزب الاصاله والمعاصره بنت من القصور شريفه عندها سمعه طيبه عند الجميع وتمنوا لها التوفيق في حزب الاصاله والمعاصره. خلاص سيب العروسي غادي التعريف دابا انا وليت ندخل تنقول لهم انا تنعرف سيب العروسي زوجة السيد سيب العروسي الحاج العروسي اللي هو واحد الشخص 30 سنه ملتزم مع السكان ديال المدينه العتيقه ككل واللي الحمد لله شعبيته مبنيه على نزاهته وهذو هما الاخلاق ديال حزب الاثار والمعاصره وهذو هما المبادئ ديال حزب الاثار والمعاصره.